بيت الكومي. بيت الكومي مطابخ من تراث بلدنا. المطبخ المصري مش مطبخ واحد، وبيتميز ان له اكلات او مذاقات مختلفه وطريقه مختلفه. في منها الفلاحي، وفي منها البدوي، ومنها العربي، ومنها اكل اهالينا في الصعيد. المطبخ المصري مطبخ ثري له مذاق مختلف. هينورنا الشيف صالح علي، هو المسؤول عن مطاعم بيت الكومي، هيتم افتتاحها قريب جدا. من التراث المصري للشعب المصري، نطلع نتفرج على الشيف صالح علي ونرجع تاني. جميع مشاهدين قناة النهار، أنا سعيد الموجود معاكم النهاردة في برنامج حياة سعيدة، وبتشرف إن الدكتورة رانيا حمدي دعتني في برنامج فقرة الطبخ. وأعرفهم بنفسي، أنا الشيف صالح علي، عملت ببعض الفنادق المصرية وعملت بالقرى السياحية، وأنتمي إلى عائلة الكومي جروب. أعمل شيف عمومي لمطعم بيت الكومي. النهاردة إن شاء الله هنقدم فقرتين. الفقرة الأولانية أكل تراثي مصري بيتكون من بط بلدي، وبنعمل معه مخروطة. المكونات بتاعتنا النهاردة، البط هنحتاج فيه ورق لورا، حبهان، بصل، وهنبتدي إن احنا نسلقه على النار ونستعين بالشوربة بتاعته وهنعمل بيها المخروطة. المخروطة المكونات بتاعتها النهاردة عندنا دقيق، بناخد معاه بعض من الملح وبعض من المية. كمية الدقيق بتاعتنا لو انت معانا كيلو، بنحط له بالظبط نص لتر المية، وبنحط معاه معلقتين ملح. بناخد بعد كده نعجنه مع بعض، وبعد كده بناخده نحطه في المكنة. اتفضل يا شيف. النهاردة الأكل بتاعنا بيعتمد على التراث المصري. يعني إيه؟ يعني كل ما هو يخرج من الأرض. إحنا بنحب إن إحنا نعيد التراث ده مرة تانية، علشان الأكل الصحي هو اللي بيقدر يفيد بيه جسم الإنسان. مجموعة الكومي جروب أنشأت مطعم بيت الكومي علشان تعيد تراث الأكل المصري. والمطعم إن شاء الله في خلال الافتتاح بتاعه، الكومي جروب إن شاء الله حضرتكم بيوعد جميع مشاهدينه إن شاء الله بإن هم لما يحضروا عندنا في المطعم هيجدوا كل ما هو فريش وطازه. يتميز بيت الكومي جروب ان هو بيقدم المنتجات بتاعته كلها فريش، موجوده مزروعه عنده في المزارع بتاعته، وعنده برضه انواع الطيور كلها. هو محافظ على ان هو يطلع كل المنتجات اللي هي متواجده عنده في المنيو فريش، سواء اذا كانت لحوم او طيور. والمنيو عنده بيتنوع من كل الاكلات التراثيه من شمال مصر الى جنوب مصر. النهارده المنيو بتاعنا زي ما انا قلت لكم، عندنا بط بلدي، عندنا مخروطه مصريه. المخروطه المصريه ديت بتقال عليها بعض بلاد في الصعيد ان هي شعريه، وبيقال عنها بعض البلاد ان هي اسمها ادوسيه، وفي الوجه البحري او في بلاد الوجه البحري بيقال عليها ان هي مخروطه. المخروطه بتاعتنا دي حضراتكم بتبقى هي عباره عن الدقيق، وبيتحط عليها معلقه ملح، وبتحط عليها الميه، وبتتخلط مع بعضها، وبعد كده بتستعمل في الماكينه. بعد ما بنستعملها في الماكينه بنتركها بعض دقائق علشان تجف، علشان لو احنا خرطناها وعملناها زي الشعريه تلتصق ببعض. فاحنا بعد ما احنا بنفرمها في الماكينه زي ما الشيف عملها، بنيجي بعد كده اهوت نقطعها على العين الشعريه. العين اللي هي الشعريه دي حضراتكم بتبتدي بعد كده بناخدها في مصفى على النار، بتقعد مده الطهي بتاعها من 10 دقائق الى 15 دقيقه. 15 دقيقه دول بيكون السوى بتاعها وصل الى متوسطه السوى ميديوم. احنا بنكمل من الميديوم الى الويلدن في الطاسه مع شوربه البط مع السمنه البلدي. وهننتقل دلوقتي مع بعضينا نشوف بعد ما احنا قطعنا المخروطه ديت في الماكينه هنحولها الى شعريه، وبعدين نحطها في الطاسه. هنا زي ما انتم شايفين على النار، انا ابتديت ان انا قطعت المخروطه بتاعتي وحطيتها زي الشعريه، وابتدي احطها على اسويها على البخار. لما بتستوى على البخار بتبتدي ان هي تتفلفل من بعضها، وبتبتدي ان هي تكون حبيبات مع بعضيها،
وبعد كده هوت بعد ما بتبتدي في السوى بتاعها نكون احنا محضرين ليها الشوربه بتاعت البط بتاعنا، ونبتدي في المرحله اللي بعد كده. هناخد دلوقتي نبذه صغننه عن مجموعه الكومي جروب. احب اعرف حضراتكم ان شاء الله بان بيمتاز الكومي جروب بان هو عنده فرع من فروع العطاره، تمام، وعنده برضو جميع المنتجات بتاعته، منتجات فريش. وبجانب النهارده ما هنعمل المخروطه وهنعمل البط البلدي، عندنا النهارده ان شاء الله في ملوخيه بالارانب. الملوخيه بالارانب حضراتكم برضو الموجود، الارانب ديت موجوده من المزرعه فريش. نرجع مع بعضينا مره تانية، احنا بعد ما عملنا المخروطه بتاعتنا ودخلناها في المكنه بتاعتنا وعملناها شرايح زي ديت، في خطوه مهمه جدا ان احنا لازم ان احنا ننخل المخروطه من الدقيق بتاعها قبل ما نحطها على المصفى بتاعتها او حمام البخار اللي احنا بنسويه عليها. لو سمحت يا شيف، بناخد المخروطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بنحطها في المصفى وبنحاول ان احنا نتخلص من كل الدقيق الموجود فيها كده اهوت. في الحاله دي بيكون الدقيق بتاعنا نزل كله، واللي انا هبتدي اسويه ما هو الا العجينه اللي انا عاملها علشان اطهيها على البخار. انا بعد ما حطيت المخروطه على البخار هسيبها لمده 15 دقيقه، وبعدين هبص عليها مره تانية. هاخد البطه بتاعتنا ديت هسويها في الميه واديها البوكي جورنيه الخاص بتاعها، البصل، ورق اللورة، والحبهان، والمستكة، علشان تديني شوربه دسمه جميله اقدر ان انا اسقي بيها المخروطه مره تانية. وبيمتاز مجموعه الكومي جروب بان هو ينتمي اليه عطاره اونلاين، والعطاره الاونلاين ديت من انقى انواع العطارات الموجوده في السوق المصري، وتتميز بان هي نقيه جدا غير معرضه فيها اي رطوبه، وواخده ايزو، واخده جوائز عالميه في عده دول عربيه. فالنهارده بعد ما انا هسلق البطه بتاعتي بديها البصل بتاعها، بعد ما انا جهزت البصل بتاعي علشان وهو بيتسلق بيحاول ان هو بينزل مع الشوربه وبيدوب، باخد المكونات دي كلها وابتدي ان انا اجهزها احطها في الحله، حله كبيره بسمع. نتكلم نبذه دلوقتي عن مجموعه الكومي جروب ونعرف بيها بعض المشاهدين بتوعنا بان احنا ان شاء الله في صدد ان احنا، اتفضل يا شيخ، بنقول الماكينه ديت شكرا، وبنستغنى عن البلانشه بتاعتنا دلوقتي علشان احنا دلوقتي بنتحول من مكان الى مكان. وانا انتمي الى مجموعه الكومي جروب واعمل عنده في وظيفه شيف عمومي، واحب ان انا انوه اليكم ان ينتمي الى مجموعه الكومي جروب عطاره اونلاين. عطاره اونلاين تتميز بان هي من اجود انواع العطاره الموجوده في السوق المصري، وحاصله على شهادات عالميه وشرفت مصر في دول عربيه. وانا عايز دلوقتي ابتدي ان انا اسوي البطه بتاعتي علشان استفيد من الشوربه بتاعتها اللي انا هسقي بيها المخروطه بتاعتي، وهقدر ان انا بعد كده اعمل بيها شوربه ثانيه. هاخد البطايه بتاعتي وهجهز الحله بتاعتي، احط البطايه بتاعتي جوه الشوربه معاها ورق اللورة معاها الحبهان، ويستحب ان الحبهان لما انا اجي احطه لازم ادوس عليه بطرف السكينه حتى ان انا استفيد من البذر بتاعه علشان يديني مذاق قوي، لان انا لو حطيت الحبهانه وهي مقفوله مش هتديني التيست اللي انا عايزه. هبتدي احط بقيه البوكيه جورنيه كمان مع البطايه اللي هو عباره عن بصل، وممكن اضيف جزر، ممكن اضيف كرفس على حسب الرغبه. انما لو انا اكتفيت بس بان انا احط بصل، ورق لورا، وحبهان، فده هيديني مذاق قوي، لان احنا بنستعمل نوع بط بلدي. واحب ان انا اعرف الجمهور ان احنا في اربع انواع من البط: البط الابيض، البط المسكوفي، البط البلدي. فالبط البلدي اللي هو اللي بيمتاز بيه كرة جنوب مصر اللي هو الصعيد، اللي هو لونه بيبقى ابيض في اسود، ففي بعض من الناس بتبقى بتحبه جدا. والنهارده ان شاء الله هنستفيد من البطه ديت بعد ما ان احنا ناخد شوربتها هناخدها ونديها سمنه بلدي. احنا معانا النهارده في سمنه بلدي وفي سمنه ان هو زبده.
فأنا لما بشتغل بالسمنة البلدي بكون سيحت الزبدة ديت علشان أحولها إلى سمنة بلدي، فلما بستعمل السمنة البلدي بتديني مذاق أقوى، إنما الزبدة بكون لسه داخل فيها فرز لبن، لأن الزبدة هستعملها إن شاء الله في مرحلة تانية في الرز المعمر. بعد ما أنا حطيت البطة بتاعتي على النار وأشوف المخروطة بتاعتي أخبارها إيه، هجد إن المخروطة بتاعتي دخلت في السوى، مرحلة السوى بتاعتها دلوقتي. جميل جدا، هي دلوقتي الحمد لله دخلت في مرحلة السوى وطالعة مفلفلة اهي وجميلة جدا. إن شاء الله هنكمل السوى بتاعها وتبقى بالهنا والشفاء. قدامي 5 دقايق بالظبط على مرحلة المخروطة لما تستوي. أحب أذكركم وأذكر نفسي بأن البط فيه منه 4 أنواع، في البط الأبيض وفي البط البلدي وفي البط المسكوفي وفي البط البكيني. الـ4 أنواع دولت بيتميزوا بأن هم طعمهم جميل في حالة أن هم بيكونوا متربيين في الريف بتاعنا أو في صعيد مصر، لأن في الريف بتاعنا بتميز أن هو بيأكلهم أكل صحي، إنما في المزارع برضو بيأكلوا أكل تاني بجانب أن هم بيبقوا الحجم بتاعهم بيبقى كبير، فده اللي بيفرق ما بين أكل المزرعة وبين الأكل البيت. فالـ4 أنواع هما بط أبيض، بط مسكوفي، بط بلدي، بط بكيني. بعد ما خلصت البطة بتاعتنا هنا هوت، هناخد الشوربة بتاعتها وهنعمل هنا هو دلوقتي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل المخروطة. أول حاجة علشان أنا أعمل المخروطة لازم أخد سمنة، معلقة سمنة بلدي معانا في الطاسة. بعد كده بحطها على النار. باخد معايا هنا اهوت مخروطة. بحاول ان انا اقلب دايما المخروطه في السمنه البلدي عشان تبقى مفلفله، واجي ان انا بمصطلح مصري قديم موجود في البيوت المصريه بيقولوا عليها ان انا بردها. يعني ايه؟ يعني انا بديها بشربها الشوربه اللي هي طالعه من البط علشان تنفش معايا ويكون طعمها ألذ. زي ما انتم شايفين معايا كده، انا المخروطه اهي حطيتها على النار، اديتها السمنه البلدي بتاعتها اللذيذه، وبحاول ان انا ايه اقلب فيها علشان اديها كل المذاق الطيب. باخد معايا شويه ملح خفيف، باخد معايا لوج من لوجات الشوربه، يعني كبشه من الشوربه، بنزل بيها كده اهوت على المخروطة، وانتظر شوية لحد ما المخروطة تكون شربت الشوربة بتاعتها، وابتدي ان انا اقلب. الميزة في ان انا بقلب المخروطة كده مع بعضها على النار، بحاول ان انا معليش النار عندي عالي خالص علشان تكون هي في نفس الوقت وصلت للسوى الطبيعي بتاعها. وانا بعد البطة ما استوت اديتها دهنتها من عندي سمنه بلدي ورشيت عليها ملح وفلفل، واديتها بعض البهارات المشكله من عطار اونلاين عشان تديها المذاق الطعم اللذيذ الجميل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه من عطار اونلاين، وهدخلها الفرن علشان تتحمر وتطلع روستو. بعد ما احنا المخروطه بتاعتنا استوت هنبتدي ان احنا نغرفها دلوقتي في الطبق بتاعنا، وهنشوف البطة بتاعتنا اتحمرت في الفرن ولا لا. هنبتدي نغرف المخروطة بتاعتنا في الطبق، ونحاول ان احنا نعمل فجوة كده هوت ما بين النص عشان لما اجي احط البطة بتاعتي يكون المظهر بتاعي جيد وجميل. بعد ما احنا خلصنا البطة بتاعتنا ما اتسلقت
ودهناها بالسمن البلدي وحطينا عليها 7 بهارات من عطارة أونلاين. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطها كده هوت، وده يعتبر أول طبق خاص بينا النهاردة. هنحاول إن احنا نعمل الطبق الثاني بتاعنا وهو الرز المعمر. الرز المعمر بتاعنا يعتمد على حاجة بسيطة جدا، اللي هو الرز المصري بتاعنا واللبن والملح بس. فهو في بعض من الناس بتعمل الرز المعمر، بتسلق الرز نص سلقة وبعد كده بتحطه وتحط عليه قشطة وتدخله الفرن. لا، احنا هنعمله بالطريقة البيتي الجميلة قوي اللي هي أجدادنا عملوها، ويبقى ليه مذاق وطعم لذيذ جدا. بأول حاجة بنجيب الطاجن بتاعنا، بنجهزه عندنا، والزبدة الطبيعية. المقدار بتاع الرز المعمر لو كل كيلو رز بياخد 1 لتر لبن، فأنا علشان الفخارة بتاعتي صغيرة هاخد فيها 0.5 كيلو رز، وهاخد معاها 0.5 كيلو لبن، وهاخد معاها معلقة صغننة من الشاي الملح المقادير بتاعتها، وبناخد قطعة 150 جرام من الزبدة. حد سألني قال لي ايه الفرق بين الزبدة وبين السمنة؟ الزبدة دي لسه المقاوم بتاعها جواه اللبن بتاعها، انما السمنة بعد ما ساحت اللبن بتاعها خرج منها فتكثرت وطلعت المذاق بتاعها بيبقى احسن. فما ينفعش ان انا اعمل الرز المعمر بتاعي بالسمنة، انما احمر بالسمنة او اعمل طشة بالسمنة او اطبخ بالسمنة. انما في حالة ان انا بعمل الرز المعمر فلازم تكون الزبدة بتاعتي لسه متكتلة زي ما هي. بعد ما غسلت الرز بتاعي بحط الرز بتاعي كده هوت هنا هوت على الزبدة، بحط المقدار بتاعي من الملح زي ما احنا اتفقنا 0.5 كيلو بياخد 0.5 لتر، وبعمل حركة جميلة جدا. ايه هي؟ ان انا لازم ابس الرز مع الزبدة علشان الزبدة تسيح مع الرز وتعمل تجانس، ويبدأ الرز بتاعي يشرب من الزبدة عشان لما اجي اسقيها من اللبن يبتدي يطلع معايا مفلفل كده وجميل. حضرتك المقادير بتاعتي انا بتاعت الرز المعمر، انا عشان الطاجن بتاعي الحجم بتاعه صغير استعملت 0.5 كيلو رز مع 0.5 لتر لبن مع 0.5 معلقة اكل ملح، او استعين بمعلقة صغيرة من الشاي ملح، لان كل كيلو رز بياخد 2 معلقة من الشاي ملح او معلقة كبيرة من الاكل. فانا مقاديري مرة تانية علشان الكل يعرفها، 0.5 كيلو رز مع 0.5 لتر حليب مع 150 جرام زبدة، وببس كله مع بعضه كده اهو حضرتك يا فندم. بكون حطيت الملح بتاعي، بحاول ان انا اتاكد ان الرز شرب من الزبده بتاعتي. بعد كده بنزل اللبن بتاعي، بظبط المقدار بتاع الحليب بالظبط على قد مقدار حليب الرز، بظبط المقدار بتاعي. باجي في اخر مرحله ان انا بقلب بالمعلقه كده هوت زي ما انتم شايفيني، كل ما اقلب كده هوت بحس ان الرز بتاعي ابتدى يشرب. في حاله ان هو ابتدى يشرب يبقى هو فعلا شرب من الايه؟ من الزبده اللي انا دعكته فيها. بعد كده بسويه علشان لما اجي ادخله الفرن ما يبقاش فيه جنب عالي وجنب مش عالي. وبفتح الفرن بتاعي على درجه حراره 180 وببتدي احطه، وبياخد بالظبط حوالي 22 دقيقه. بعد ما حطيت الرز بتاعي في الفرن ببتدي ان انا اشوفه، وبحاول ان انا اجرب واعرف اذا كان السوى بتاعه وصل للعمق بتاعه ولا لا. ففي بعض الناس بتبقى شافت الرز من فوق ان هو احمر فتعتقد ان هو استوى، ولكن في الحقيقه لازم ادخل شوكه جوه الرز ان هو كده، واطمن ان اخر حبايه من الرز عندي مستويه. وبكده اقدر اقدم لحضراتكم الصنفين دولت اللي انا عملتهم النهارده في الحلقه بتاعتنا، وهو الرز المعمر المصري القديم اللي بيتميز بالمذاق والريحه والطعم الشهي. وعملت النهارده المخروطه المصريه اللي هي موجوده في كل قرى مصر، في الصعيد يسموها شعريه وبياكلوها ممكن بالشوربه وبياكلوها مع السمنه، وفي بعض اماكن بياكلوها بالسكر. بعد النهارده ما عملنا الطبق بتاعنا الشهي اللذيذ دوت اللي هي المخروطه المصريه الجميله اللي احنا بنحبها وفي كل قرى مصر في الوجه البحري والوجه القبلي بياكلها، عملناها النهارده بشوربه البط، وحمرنا البط عليها واديناها الشوربه والملح والسمنه البلدي. وعملنا النهارده الرز المعمر اللي هو بيتعمل برضه باللبن وبياخد ملح. فانا عايز النهارده
اعرفكم ان الصنفين دول من صميم الاكلات المصريه الجميله اللي احنا كلنا بنشتاق ليها، وبنحب لما نروح الريف عندنا عند اهالينا بنحب ندوق الطعم ده ونحب نشوف المذاق الجميل دوت. واتمنى يكون الاكل النهارده عجبكم، واتمنى يعني يكون انا ضيف خفيف عليكم. وبرضو انبه ليكم ان الكومي جروب من اميز الفروع بتاعته اللي هي عطارة اونلاين اللي هي بيتميز بيها. وشكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.